احنا عقود ما قبل التشغيل تابعين لقطاع التربية، جينا نقوم اليوم بوقفة احتجاجية للمطالبة بالمناصب الشاغرة المستغلة على ولاية عنابة. ونظرا للتماطل والتعتيم الإعلامي خاصة في الإعلان عن المناصب الشاغرة عكس باقي الولايات، نطالب مدير التشغيل واللجنة المسؤولة عن الإدماج بالإعلان عن المناصب الشاغرة على مستوى ولاية عنابة. احنا قابلنا اللجنة الولائية واعطتنا يعني وعود، نقدر نقول وعود لم تطبق على أرض الواقع، وإن شاء الله يعني يكون مدير تشغيل حسب عند كلمته، لأنه قال إنه راح يقوم بإعلان الترتيب يوم الخميس فيما يخص المناصب الدفعات الكل، الدفعة الأولى الثانية والثالثة. احنا أهم مطالب تاعنا هي الإدماج، إدماج قبل نهاية سنة 2023 وتنفيذ المرسوم، وهو تحويل من قطاعات. نشوف في عنابة إنها ما كانش تحويلات، ما كانش مناصب، ثلاث مناصب أربع مناصب يعني عنابة كاملة، يعني ما فيهاش مناصب في مديرية الشباب والرياضة، في السياحة، في الري، في البلديات. احنا نطالبوا تحويل قطاع، يا إما إدماج في التربية أو تحويل قطاع، وحنا رافضين للتنازل. احنا جينا ان نقولوا لا للتنازل، ويقول لك تنازع على الشهاده نفس الراتب، وحنا نحوسوا على الصنف، احنا نحوسوا على الصنف 12 ما نحوسوش على الصنف 10، يعني كفايه نتنازل مشرف وقانون اساسي ما هبطش، يعني ما نضحيش بالشهاده تاعي من اجل المال. من الاخر احنا نطالبوا، كنا جامعيين كنا بالشهادات، احنا نطالبوا ادماج حسب الشهاده وتطبيق المرسوم 19336 وتسريع قبل نهاية السنة، يعني ولاية تدخل مش مخير منها، عنابة الله يبارك يعني كبيرة، مش فيهاش يعني قطاع الصحة أو قطاع الضرائب، فقطاعات الكل، ماذا بينا احنا يكون إدماج وتكون العملية واضحة، احنا نطالبوا بوضوح العملية، ونطالبوا الوالي أنه يتدخل شخصياً لحل هذه المشكلة. احنا يعني كنا في يعني مياه مش قادر تكملها، هو احنا نقرا ونتبعوا في وسائل الاعلام في المديريات يقول لك نسبه الادماج 97%، يعني 97% يعني 3% ضحي بهم، سبحان الله. هذا ما مش خريجي شهادات، خريجي جواب جامعات، وهذا احنا دينا الوقفه، هذا هي المطالب تاعنا، وان شاء الله يعني احنا عنا ربي كما يقولوا، احنا ما نسكتوش على الظلم ورافضين للتنازل مستحيل. احنا الدفعات الكل كاين دفعه اولى، احنا كلمه دفعات الثلاثه دي احنا ما عندناش الكلمه دي، احنا كل دفعه واحده، احنا كل دفعه واحده، احنا كل نطالبوا انه يكون الترتيب حسب الاستحقاق، كل واحد يدي حقه، واحد ما يحفظ على واحد. والهضره دي تقول لك او تليفون، ما تعيطليش بالتليفون، افيشيلي باش نعرف كاين وحيد راحوا بعتوهم تحويل لجنه ولائيه، راحوا ما لقاوش لي بوست تاعهم، سبحان الله. يعني لجنه ولائيه عيب، حتى يعني خطا تقول انت خطا او مدولي عيب، خطا يعني بتجي مراقب مالي، سبحان الله، دوسيتي وطلع السياف، كيفاه يجي ما لقاش البوست تاعو؟ هذا هو، هذه المطالب تاعنا، وحنا راح مازلنا راح نناضلوا ونديروا وقفات، يعني راح يكون هناك وقفات، يعني وان شاء الله 27 راح تكون وقفه امام وزاره العمل، كاينه وقفه كبيره ولايه 58 ولايه، وان شاء الله التوفيق بيد ربي فقط. ونطلبوا كذلك رخصه استثنائيه، يعني كاين واحد ما يدير لهم رخصه استثنائيه، واحد كما يقولوا عنده منصب يدير له رخصه استثنائيه، مثلا واحد عنده لغه انجليزيه يدير له رخصه استثنائيه، مرشد ثقافي ولا تخرين داروه عند مكان، سبحان الله سبحان الله. يقول لك 34 اجتماع، كيفاه درتي 34 اجتماع؟ يقول لك تمخض الجبل فولد فأرا، 34 اجتماع خرجتي خمسه مناصب سته مناصب، وراحوا للتقاعد وراحوا للاستقاله، سبحان الله نهايه العام 30 ديسمبر نهايه العام، مستحيل عندنا يكون فيها خمسه مناصب سته مناصب. واكبر الهدف من هذه العمليه هو جر اكبر عدد للتناسل، اسمع، جر اكبر عدد للتنازل، يحاولوا يخلونا نتنازلوا، ينقصوا عقد ما ملاح عليهم. احنا خويا لا، رافدين للتنازل، احنا متثبتين على الموقف تاعنا. لا حول ولا قوه الا بالله. اليوم يعني